كم بيت؟ بتاع 30 40 من اللي انا اسمع عنه. طب لو تم عمل الاحتفال بتاع العاشوره ده تمام، يعني ايه هيكون ظروف البلد؟ يعني كله كتب، كله كتبنا، كله هو ده طبعا المجاري والغاز وكل في الظروف اللي فيها البلد دي. ما اعتقدش ان يقام حفلات، انما كله كتب، في ناس دم، في دم كتبنا كله، وفي ناس من اهالي البلد، ولاد البلد. ما الشيعة دول مين؟ قرايبك وقرايبي واخواتي واخواتك ونسايب وبيننا اولاد ونسب. تمام. فصعب ان معلش يكون عندك انت دم وتيجي تعمل حفله. صح. هتقام ازاي؟ فصعب. صعب. في الظروف اللي فيها البلد دي بتبقى صعب. طب يعني الفترة اللي فاتت كان حسن موجود هنا اصلا من اهل القرية، حسن شحاتة الشيعي؟ لا 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 لا، مش من اهل القرية. امال ايه ظروفه؟ جاي ازاي هو هنا القرية، وازاي كان موجود؟ هو ده حسن شحاتة اللي احنا نعرفه ان هو كان راجل ازهري من 99، وتحول من ازهري راجل شيخ ازهري للشيعة. تمام. ده اللي نسمع عنه. يعني هو انا سمعت انه كان في امن مركزي هنا في سمدة، في جندي في معسكر مش عارف ايه كده، معسكر بني يوسف. بني يوسف. اما دي خدمة عسكرية ده عليا وعليك. وبرضو سمعت انه كان بيعمل خدمات للبلد واهل البلد. لا لا لا، ما يعني في حق ناس كتير، حق خلاها مش عارف كم واحد خلاهم حقه. لا ما سمعناش عن الكلام ده، ما سمعناش عن شيء من هذا السؤال. تهيألي يعني ما اعتقدش ان حصل حاجة زي كده. طب قبل كده ممكن يكون حصل وانا غير. طب ايه قبل كده كانوا بيعملوها ازاي احتفال عاشوراء؟ يعني كانوا يعني قبل ما يموت حسن شحاته كانوا يعملوها ازاي؟ كان يجوا مثلا يعملوها في الشارع كده ويلفوا، ولا يعملوها في البيوت زي ولا ايه؟ اي قريه، زي اي قريه مثلا في البلد. ونقول كان طبعا يعني نتجمع ونلف البلد ونقول صلى الله على سيدنا محمد والصلاة على سيدنا النبي سيدنا محمد. يعني التهليلات، التهليل والتكبير زي اي قريه ريفيه عاديه ناس غلابه. هنا كلها باكملها ناس حلوه وزي الفل، ناس كويسين وزي الفل ومؤدبين جدا. موضوع حسن شحاته ده هو كان مجند سابقا منذ يعني من سنين فاتت. طبعا فجأة قالوا ده الشيخ حسن جاي، بس الله يعني انا ما يعني ما لا اشاهد هذا الموقف في داخل هذا القريه. تمام. بس يعني ما فيش تمام. بيتكلموا على المجاري. طيب هو الاحتفالات ممكن تتعمل الفترة الوقت الحالي؟ الوقت الحالي؟ الفترة الحالي ما خلاص ما فيش، لا يوجد شيعة في البلد حاليا دلوقتي. تمام. ما فيش شيعة خالص في البلد. شكرا. شكرا لله.